كبيره جدا للدير جاست من ساعه ما بداوا، لان عندهم مصداقيه كبيره جدا مع الجمهور، وعندهم مصداقيه كبيره جدا عند الفنانين برضو. فانا ببقى سعيده بجائزه دير جاست، غير هوجه الجوائز اللي بتبقى عمال على بطال اللي بتبقى موضه. بس لا، دير جاست بالنسبه لي ليها مصداقيه كبيره جدا، ومن المجلات اللي بحترمهم جدا. يعني الاوتفيت من احمد عبد الله، والميك اب والشعر الصغير سالونز وبس. حلو قوي علاقه التيك توك مع بنوتك، وانك انت بتحبي تعملي مع هاني رمزي وحاجات كده، كنت عاملين جروب حلو قوي، حابين تكلميني عنه. انا مش عارفه ان انتم متابعين، انا فاكره اني بعمل الحاجات دي كده بس هبتدي اخلي بالي يعني. لا واضح ان التيك توك مع كيمي انطلق وانتشر. احنا كنا بقى انا وهي لوحدنا على البحر مش لاقيين حاجه نعملها، فقررنا نعمل التيك توك ده، وهي بتحب التيك توك جدا، وقررنا نعمل ده وطلعنا بتلقائيه يعني. مع اللي خلانا بقى نعمل في المسرحيه تيك توك هو عمرو عبد العزيز، الحقيقه هو شاطر قوي في التيك توك، وبدا بحجاج عبد العظيم وليلى عز العرب، وبعدين هاني رمزي، وبعدين انا. فاللي هو طبعا انا معايا فتح المسرح كلهم، سواء هاني رمزي او احمد فتحي او حجاج عبد العظيم او كل الناس شاطرين قوي قوي في المسرح. فانا لاول مره فكنت يعني مخضوضه، بس الناس متفاعله قوي، الناس وحشها المسرح، مبسوطين جدا، عاجباهم المسرحيه الحمد لله، ومبسوطه ان الناس فرحانه بالمسرحيه، وبقى عندنا ناس كتير من الدول العربيه بييجوا يحضروا، من العراق ومن السعوديه ومن الكويت، فدي حاجه تساعدنا كلنا الحقيقه. خاف من ايه؟ من الفيران. ما اعرفش والله، انا موضوع حريم كريم الجزء الثاني ده، انا كانت فكره اتعرضت عليا مجرد بالبق كده، وما حصلش اي خطوه ثانيه غير انها مجرد فكره. فانا ما اعرفش الصراحه اذا هنشوف ولا لا يعني. طبعا يوميات المفروشه بقت صعبه بعد سمير غانم، بعد سمير غانم وبعد رجاء الجداوي. انا مش عارفه ازاي ممكن نعمل يوميات زوجه مفلوسه، لان هما كانوا يعني من الاعمده الكبيره لنجاح هذا المسلسل. هيوحشوني قوي، وهيفضلوا جزء من يوميات زوجه مفلوسه طول الوقت يعني. والله هو حاليا بنعمل المسرحيه، وانا في حاجتين بقراهم بس لسه ما يعني ما ظهروش للنور، لسه ما حصلش يعني اتفاق عليهم، فان شاء الله خير.